السلام عليكم، اهلا وسهلا بكل متابعين القناة. طبعا الصيف ابتدى وكلنا بلا استثناء هنبدأ نعاني من الحشرات والقوارض. حلقة النهاردة بإذن الله جايبالك وصفتين او طريقتين للقضاء على الفار جوه البيت، جوه الاماكن المغلقة، سواء بقى المنزل او الدكان او اي حاجة مقفولة. طريقة ان انت هتصطاديه بدون ما تقتليه او تيجي جنبه خالص، والطريقة التانية لطرد الفار تماما في الأماكن المفتوحة، زي مثلا لو جنينة حوالين البيت أو سطح المنزل أو المنور أو حاجة مفتوحة حابة أن انت تطردي الفيران بعيدا عن المنزل خالص. يلا مع بعض نشوف أول طريقة. أول طريقة اللي هنبدأ بيها وهي الطريقة اللي جوه البيت، ودي غير مناسبة تماما لبرا البيت. تمام، الطريقتين ما ينفعوش أن هما يستخدموا مع بعض، يعني الطريقتين ما ينفعوش يستبدلوا دي مكان دي أو دي مكان دي. تمام، اول حاجه هعملها لجوه الشقه، يعني انت لو جوه الشقه او المنزل بتاعك وفي فار جوه البيت وانت عايزه تتخلصي منه وما انتش عارفه تصطاديه ازاي، دي الطريقه الاولى معايا. اول حاجه محتاجاها انا دي علبه غيره او كله، دي علبه كله بتبقى موجوده عند الموانين. تمام، دي سعرها 5 جنيه، دي حوالي ربع كيلو، هتعمل معاكي كذا مره كتير قوي ان شاء الله، مش هتحتاجيها غير مره باذن الله. يعني دي بتبقى ماده كده شديده الالتصاق، بتلزق جامد جدا، بس مشكلتها حاجه واحده بس احنا هنحلها دلوقتي باذن الله. مشكلتها ان هي سريعه الجفاف. تمام، انا هعملها ايه بقى عشان ما تبقاش سريعه الجفاف، هتبقى طابقه برده وبتلزق وكل حاجه. ده شكلها اهو، ده شكلها اللي جوه اهو، في حاجه زي كده بالظبط بتتباع في الصيدليات اسمها لزق فريم، بس غاليه جدا بشكل مبالغ فيه يعني، وحجمها اقل من كده بكتير، بتقوم بنفس الغرض وتقريبا هي نفس المكون. تمام، انا هاخد حبه صغيرين بس عشان اشرح عليهم الفيديو. تمام، انا خدت جزء من الكله، هي اسمها هنا في مصر كله معرفش الصراحه، وانا حطيت عليها نقطتين ميه، نقطتين بس، نقطتين دولت عشان يخلوها اللي هي ايه يعني يبوظوها ان هي ما تنشفش، بس هتبقى برده شديده الالتصاق برده اللي هي الضبقه قوي زياده عن اللزوم. تمام، وهبدا اخلطهم مع بعض كده. عندي بقى الخطوة التانية، انا هجيب عندي ايه بقى، عندي كرتونة او اي حاجة، كرتون او ورق مقوى او اي حاجة تكون تقيلة. ليه بقى تقيلة؟ هقولك دلوقتي. اي حاجة تكون ان هي وزنها تقيل شوية، على اساس ان احنا لما هنعمل هاخد عندي الكلة بتاعتي بعد ما اجيب كرتونة او طبق بلاستيك او اي حاجة تكون تقيلة حبة، على اساس ان ايه بقى هبدأ افرد كده الكلة بتاعتي. تمام، افردها على الحروف كده كويس، شايفين بتلزق ازاي؟ انا الصراحه خايفه امد ايدي عليها، بس هحاول اجيب حاجه نمثل عليها كانها الفار. ليه بقى بقولك تجيبي حاجه تقيله شويه؟ عشان الفار لما هيجي عليها ما يشيلهاش ويمشي في حته بعيده وما تعرفيش تشوفيه بعد كده، يعني تبقى تقيله ان هو الفار ما يقدرش يحركها. تمام، انا هنا لزقت على الحروف كلها، الحروف بتاعت الكرتونه بتاعتي كويس جدا. تمام، بستخدم حبه صغننين جدا وبعدين برجع اغطي العلبه بتاعتي، عشان لو لا قدر الله يعني ربنا ما يجيب حاجه تاني، لو حبيت ان انا استخدمها تاني اقدر استخدمها عادي. تمام، بثبتها على كرتونه او حاجه تقيله زي ما اتفقنا، وبجيب بقى عندي في النص، ملكوش دعوه طبعا بالطماطم والخيار والكلام الفاضي ده، هو مش عامل دايت. بجيب طبعا في النص حاجه، يا لانشون يا بسطرمه يا جبنه رومي، الحاجات اللي هي بتبقى ريحتها فواحه جدا، اللي هي بتجذب الفار ديت، اللي هي بيبقى فيها توابل زياده عن اللزوم وريحتها شديده زي البسطرمه كده واللانشون، الحاجات ديت يعني هاتي وما تستخسريش فيه، يعني هاتي ويفضل البسطرمه. تمام، وبحطها في نص الكرتونه كده او الطبق او الحاجه اللي انا هستخدمها، وبسيبها في المكان اللي انا شاكه ان الفار موجود فيه. تمام، طبعا بعد شويه الفار طبعا بتجذبه ريحه الاكل، اول ما بيبدا يخش ان هو يخش عشان ياكل الاكل فبيلتصق بالماده ديت، الماده دي شديده الالتصاق بشكل فظيع. لما هتجيبيها، انا صراحه خايفه امد ايدي، لما هتجيبيها هتشوفي قد ايه هي شديده الالتصاق. تمام، وصعب جدا ان هو يتفك منها، حتى لو حاول ان هو يجري او يتقلب او اي حاجه يعني بيزود الطينه بله، بيلاقي نفسه ان هو اتلزق بزياده في قلب الورقه وما هوش عارف يتحرك نهائي. وبتقومي ان شاء الله في نفس اليوم الصبح بتلاقيه ملزوق مكانه، بتاخدي بقى الكرتونه او الطبق او الحاجه اللي انت ملزوقه فيها وتخلصي منه بقى بالطريقه اللي تعجبك. هي طريقه غير انسانيه شويه بس الفار الصراحه يستاهل يعني.
بتاخديه باللزقه بتاعته كده وتطوحيه بعيد بقى، ارميه، شوفي انت عايزه تعملي معاه ايه على حسب اللي انت عايزه تعمليه. تمام، وبكده بتكوني قضيتي على الفار في الاماكن المغلقه زي البيت او محل او سوبر ماركت او مكان مفتوح. تمام، الطريقه دي بقى ما تنفعش نهائي مع الاماكن المفتوحه. ليه بقى؟ لانك هتقومي كل يوم تلاقي نفسك مصطاده حوالي 3 4 ان هم كده كده بيجروا بره. يعني انت لو حبيتي تعمليها على السطح مثلا عشان ما انتش عايزه الفيران تخش لك البيت او في جنينه او حاجه، هتبصي تلاقي نفسك يعني كل يوم هم كده كده موجودين بره اصلا، كل يوم مصطاد لك 3 4 في قلب البتاعه دي. تمام، فانا عايزه اعمل ايه؟ انا عايزه بره 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 بيتي او بره شقتي على السلم مثلا او في المنور او في مكان تاني بعيدا عن باب الشقه او البلكونات ومكان اللي جوه المنزل نفسه، عايزه اطردهم بعيدا عن المكان ده. هعمل ايه؟ هجيب حاجه كده من العطار، حاجتين من العطار حقيقي جمال جدا. يعني بصوا الفار ما بيطقش الاثنين دول على بعض نهائي، عن تجربه بجد، الفار ما بيطقش ريحه الحاجتين دول مع بعض. انا عندي هنا دي اللي هي الشيح، شيح بابوني، شيح من عند العطار، مش عارفه الصراحه انا هو هنا في مصر اسمه شيح، بس انا مش عارفه اسمه ايه في بقيه الدول العربيه، يعني حاولوا تبحثوا، انا اللي اعرفه ان هو اسمه شيح. تمام، الشيح البابوني ومعاه حاجه تانية، ايه بقى؟ النشادر، النشادر او الامونيا، الاثنين بيتباعوا عند العطارين برضو. بتخلطيهم الاثنين مع بعض وبتحطيهم في زي ما هم في اطباق كده او في حاجه، وبتحطيه بره بقى على السطح في مكان مفتوح جنب بيتك بالظبط، جنب بلكونتك او جنب شباكك او جنب باب السطح او جنب الحاجه اللي انت مش عايزه الفار يعني يجي من بره ويخش لك على المكان ده. تمام، انت بتسيبي الخلطه ديت كده على باب شقتك بره او في بلكونتك بره او في المكان اللي انت عايزه تطردي منه الفيران وما انتش حابه ان هي تقرب من المكان اللي انت قاعده فيه نهائي، بتحطي الخلطه دي ما بيجيش جنب المكان ده نهائي، هو ما بيطقش الريحه دي نهائي خالص. تمام، كده اكون خلصت حلقه النهارده، اتمنى يا رب اكون افدتكم، وبجد جربوا الاثنين يعني بصراحه في منتهى الجمال. والخلطه ديت ما تنفعش جوه الشقه لانه يعني هتحطيها في الحمام هتبص تلاقيه جري على اوضه النوم، هتحطيها في اوضه النوم هتلاقيه جري على مش عارف ايه، فدي هتطرده من المكان اللي موجود فيها الريحه. تمام، بس مش هتصطاده ولا هتخرجه لك بره الشقه، هتحطيها في حته في الشقه هتلاقيه جري خرج في حته تانية في الشقه. يعني اسلم حل لاصطياده جوه الشقه هي الطريقه بتاعه الغيره ديت. وما تنسيش نقطتين الميه عشان تبوظيها، تبوظيها ازاي بقى؟ ان هي ما تلزقش ما تنشفش بشكل تام، بس في نفس الوقت هتكون ضبقة وتلزق، يعني لسه بتلزق ولسه شغالة زي ما هي، بس ما نشفتش خالص ان هي خلاص بقى انتهى امرها وما بقتش نافعة تاني. تمام، اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويعني اتمنى ما اكونش طولت عليكم، وما تنسيناش في اللايك والسبسكرايب لو انتم لسه مش مشتركين في القناه، والشير طبعا مع اصدقائكم، عشان زي ما قلت لكم قبل كده زكاه العلم تبليغه، اللي عارف معلومه لازم يشاركها مع اصحابه. واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام عليكم.